معنا الأفاضل، شكرا للزملاء على التواصل. وهي الانطلاق لثامن أشواط صباح هذا اليوم، هذا اليوم الجميل مع سن أيضا لذا على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الصباحي الجميل المميز. شوطنا الثامن للذاع القعدان، المهجنات الأصايل لأبناء القبائل للأربعة كيلومترات في هذا السباق الجميل في هذه المكرمة السامية. سمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم داعم هذه الرياضة، نسير معكم سويا في مجريات هذا الشوط وشاهين على صدارة وعلى المركز الأول لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من يأتي على صدارة، وعلى المركز الأول مشكور، ثانيا العلي بن سالم العامري، وثالث المراكز الطاير للسيد مبارك بن رملي العامري. يتواجد هنا الظبي لمحمد بن عتيق بن سالم بالعرضي الحميري، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر والدخول والتسلل في هذه اللحظات من قبل سراب الحميدي بن الشجاع بن علي المري، من وصل على المركز العاشر. هذه نتائجنا للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، بعود إلى الانطلاق وإلى التحدي وإلى شاهين المسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المركز الأول للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من يأتينا على صدارة. وهملول في صراع لنيل الفوز ونيل الناموس، لمن الفوز لمن الناموس؟ السلام أين بيتجه، الهير أم المرموم؟ الهير الأقرب حتى هذه اللحظات مع سعيد بن محمد بن معتوق العامري، من انتزع الصدارة انتزع المقدمة، يضيف النقطة الرابعة في سجله. يا سلام، واللحظات الأخيرة، الظبي وهملول، هملول والظبي، الظبي وهملول، واللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام. هملول في المركز الأول، سعيد محمد معتوق المركز الثاني، الظبي محمد بن عتيق بالعطي المركز الثالث، خالد بن المر بن حلوة المركز الرابع، محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام سيد علي بن بجاش المري، من وصل في المركز إذن هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام. ونعود إلى التوقيت الزمني وإلى هملول، هنا 6 دقائق 4 أعير ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، الظبي في المركز الثاني قدم عرض يشكر عليه. تهانينا لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرض الحميري، 6 دقائق 4 أعير ثانية جزئين من الثانية. أما ثالثي المراكز وكان مشاهدينا ومتابعينا الكرام من وصل في المركز الثالث، وفاجأنا شاهين خالد بن المر بن حلوة في 6 دقائق 15 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، تهانينا للجميع.